الحلو كمان ان يعني فكره هنا ان شاب جميل زي ده لما يبقى وقاعد قدام الريس ويتكلم ان هو نفسه يبقى في النادي الاهلي، على فكره دي يعني دي مش حاجه صغيره، يعني انت فاهم فكره هنا ان النادي الاهلي الانضمام ليه والتواجد فيه ده حلم لناس كتيره وفئات مختلفه، فحاجه محترمه جدا طبعا. وزي ما انت قلت سرعه الاستجابه والمشهد الجميل والمحترم اللي احنا شفناه، بتهيألي دي كلها فاليوز او يعني زي ما بيتقال كده. طيب معاك اهلا بيك كريم كوجو ترجمه فوريه ماشي يا كريم لا بجد الواحد مبسوط والله جدا جدا ان اللي بيشوف ده داخل النادي اللي هو بينتمي ليه، حقيقي مشاهد محترمه جدا.